حضرتك السؤال بتاعك كان إنه كيف كيف نوفق يمكن التوفيق؟ نعم، بين الحقيقة العلمية الحقيقة والصياغة مش الأدبية. مضطرين للتوفيق بين القرآن ومكتشفات العلم الحديث، يعني إذا إحنا ما بننطلقش من فكرة التوفيق، إحنا بننطلق من فكرة القرآن ودلالات القرآن. يعني الحاكم عندنا ونحن نريد أن نفهم القرآن يا سيدي الكريم، نعم، أنا لا أنطلق في تعاملي مع القرآن من إن أنا أريد أن أوفق بين القرآن والعصر مثلا، أو القرآن والمكتشفات العلم، أو القرآن وميثاق الأمم المتحدة. ما هو الموضوع لو فتحناه يا مولانا زي ما أنت عارف لا وزي ما لا الأساتذة عارفين مش هنخلص. نعم فإحنا صحيح. القرآن يا مولانا الكريم، القرآن ننطلق في فهمه من دلالاته هو، نعم ثم بعد ذلك ما وافق هذه الدلالات أو على الأقل لم يكر على هذه الدلالات بالبطلان نقبله، ويكون من باب تسوير القرآن أو من باب وجوه القرآن ونحو ذلك. ما يتعارض مع هذه الدلالات وشروط التفسير التي وضعها العلماء نرفضه ولا كرامة، سواء كان اسمه بقى الواقع، سواء كان اسمه يعني سميه ما تشاء، سميه نعم ساعتها ما تشاء. ومحاذير هذا التفسير وشروطه مذكورة، ربما أذكرها في يعني مداخلتي القادمة حتى لا أطيل على يعني على حضرتك.